حبيبي، انا النهارده معاكم في كتاب جيم يونت 3، الدرس الاول والثاني ان شاء الله. عندك الليسننج، ده حوار ما بين منى وهلا. فمنى هلا بتقول لها وات ار يو دوينج، بتعمل ايه؟ قالت لها اي ام بيكينج ماي سوت كيس. يبقى منى از بيكينج هير سوت كيس. سوت كيس يعني شنطه السفر. شي از جوينج اون ا، طبعا بتقول لها ام جوينج اون ا هوليداي، هي رايحة holiday، يعني going on a holiday. فبتقول لها شي، طبعا why are you baking your sweater؟ فقالت لها because it's cool evening. هنا بتقول لها she is baking here not because it can be cool. cool يعني بارد باعتدال. in the evening here sweater، هتاخد السويتر بتاعها عشان ممكن الجو يبرد سيكا كده في الشتاء. What are you doing؟ ماذا أنت إيه تفعلين؟ طبعا هنا ما هو are you يبقى I am، يبقى I am baking my suitcase، دي number one. Remember your sunglasses، افتكري أو تذكري النظارة بتاعت الشمس بتاعتك. It will be very sunny، هي دي ما هو هلبس نظارة الشمس ليه؟ هلبسها بالليل. You should back a sweater، أنت هتلبس sweater ليه؟ او يعني المفروض انك تلبس سويتر عشان هي it will be cool in the evening، هتبرد في الشتاء في المساء. دي نمبر 3. نمبر 4، which pajamas will you take، هتاخد انهي بيجامه معاكم؟ the ones with the stripes، هاخد المخططه. دي نمبر 4. آسر and his mom، آسر وامه مالهم؟ الله ما احنا عارفين مالهم. بيقول لك آسر and his mom are going on a holiday to الفيوم. they are going to see uncle حاتم، هيروحوا الفيوم في اجازه وهيزوروا عمهم حاتم وخالته وعمتهم ملك. they have a lovely pool، وعندهم حمام سباحه جميل جدا. so ولذلك آسر is packing his t-shirt، آسر هيحزم التيشيرت بتاعه and swimming shorts، وهياخد المايو بتاعه to swim in the pool، هيستحمى في البول. he is packing his sunglasses، وهياخد sunglasses اللي نظارة الشمس بتاعته because it will be sunny، عشان هي دايما بتكون بترمي شمس كده من غير سواد. he is also packing his sweater، وهياخد السويتر بتاعه because it can be cool، وطبعا بالليل بتبرد شويه لان المناخ صحراوي شويه، فيبقى احنا كده عندنا مشكله في البرد. اللي بعده he is packing his sneakers، وهياخد طبعا الشوزات بتاعته بتاعت المشي عشان خاطر اسم الله عليه walking around a lot، حلف. the text is about Asher's ايه؟ التكست ده بيتكلم على Asher's ايه؟ Asher's holiday، الاجازه بتاعت Asher. Asher is packing his sweater، Asher هياخد السويتر بتاعه ليه؟ it can be cool. cool يعني بارد. بيقول لك why is Asher packing his sneakers، ليه بقى آسر هياخد السنيكرز بتاعته؟ because انت شفت why، اكتب because. he is going to walk around، walk around يعني هيلف a lot. summarize the text in two sentences، لخص القطعة كلها كده او النص، نص فيه باراجرافين. آسر is going to الفيوم، آسر هيروح الفيوم on holiday في الأجازة. دي الجملة الأولى. الجملة الثانية he will أو he is going to back، هيحزم إيه؟ وهياخد إيه؟ sneakers و sweater بس، خلاص هياخد السنيكرز والسويتر. يلا بينا على، طبعا ده تلخيص التلخيص يعني، يلا على الترتيب. أغنية رتب رتب. what عايزة do، هو أداة استفهام فعل مثال. I اللي هو أنا عند الفعل، need ده الفعل، else ماذا أنا أيضا سوف أعوز. I will أو I'll ده كده، well دي بتيجي فعل في المصدر take، I'll take هاخد الايه، ما هو take دي يعني ياخد، والتيك دي من الافعال اللي لازم بعدها مفعول. I'll take ايه؟ اكيد طبعا هاخد البيجامز، I'll take the pajamas.
with the stripes وبالخطوط بتاعتها كمان. يلا بينا. منى مالها منى؟ will، ما هي منى دي فاعل، اديها الفعل في المساعد will. will دي لازم يجي لها فاعل في المصدر. take، منى هتاخد ال take، هتاخد ايه؟ ال gold necklace. هتاخد هير الاول، هير ديت اداه ملكيه، المفروض هير نيكليس، بس هو النيكليس ده اللي هو العقد ده ذهب، فهير جولد نيكليس، هتاخد العقد الذهب بتاعها. خد بالك يا منى. اي اللي هو انا يعني عايزه فاعل، سوري فعل نيد، احتاج تو. وانت ليه ما قلتيش باك تو؟ مفيش حاجه اسمها باك تو، في افعال حس وشعور بيجي بعدها تو او الفعل في المصدر زائد اي ان جي، يا اما تو يا اما فعل في المصدر زائد اي ان جي. هي I need to عايزة فعل في المصدر back، أنا أريد أن أحزم الإيه؟ my green t-shirt. my green t-shirt، green أهو يعني أخضر t-shirt. ال I هنا خد بالك أنا نسيت أقول لكم حاجة، ال T دي كابيتال ليه عارفين؟ دي اختصار كلمة اسمها to long sleeves يعني اكمام طويله جدا، ده اللي هو اختصار كلمه تي شيرت. فالتي دي اختصار عشان كده بنعملها كابيتال، اللي هو القميص القميص بدون القميص بالاكمام تي شيرت، انما القميص بدون اكمام بيبقى شيرت بس من غير الايه، من غير التي. الاي كابيتال. اي كانت ويت، انا استعد ان انتظر ان انا اروح كايرو. السي كابيتال، الراجل حاطط لك نقطه فانت مش محتاج تحط له نقطه. الباراجرافات هنشوفها منفصله ان شاء الله وهسيبها لكم في الديسكريبشن او صندوق الوصف. يلا بينا على توماس وفارس الاثنين مع بعض. فبيقول له كان يو تيل مي اباوت سام تراديشنال ايجيبشن كلوز، ممكن تقول لي على شويه ملابس تراديشنال يعني تقليديه؟ قال له او شور، ميني مان وير ذا جلابيه، ميني مي من كثير من الرجال، وير ذا جلابيه. ات از ا لونج روب، it is a long ايه white robe او robe white robe، خلاها white robe يا جدعان عشان تبقى حته واحده white robe. خد بالك مش كل الجلاليب بيضه، في جلاليب بتبقى بني بيج. it has نقط but they are hidden، طالما hidden يبقى pocket 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 يعني جيوب، بس they are يبقى pockets جمع. سلمى went to the shopping mall، سلمى راحت المول هتجيب ايه؟ مش عارفين بس دي كده وانت تو يبقى تو. تو بورو ابوك، لا تو باي كلوز، هي دي تو باي كلوز دي نمبر 1. ذا سليفز ار لونج، الكمام طويله. سو اي دونت جيت سان بيرن، عشان كده مش هيجي لي بعد الشر سان بيرن يعني حروق الشمس او ضربه شمس، دي نمبر 2. اي وينت تو ذا لايبرري، لايبرري يعني المكتبه، هروح المكتبه اجيب ايه؟ تو بورو ابوك، كتب نمبر 3. why did سامح go to town، ليه سامح بيروح المدينه؟ عشان يشتري سنيكرز. يا سلام، to buy sneakers دي نمبر 4. جاوبتها عشان دي A ودي B، ده رقم 1. رقم 2 why يعني لماذا، ودايما to يعني لكي او لان. يلا على الاختياري واختار يا خياري. I got a نقط سويتر، it is lined white and pink، ابيض في بينك، في بينك ده اللي هو مخطط striped، انما هنا spotted بنقط. dark غامق، sunburn هي لحروق الشمس. ده جلابيه is cool، الجلابيه cool قوي لطيفه جدا. because it's made from cotton، عشان معموله من القطن مش معموله من الورق ولا البلاستيك ولا المعدن ميتال. حازم hard yesterday، حازم studied hard، ليه studied؟ عشان yesterday ماضي، يبقى study الواي ده ايه؟ هنخليها studied، وده فعل منتظم، بنشيل الواي ونحط اي وبعدين نحط الاي دي او الاد studied. شريف bought a new suitcase، شريف اشترى شنطة جديدة عشان to take on holiday، عشان ياخدها في اجازة نص السنة يروح يعيش حياته. اخر صفحة عشان ننهي الفيديو نقول I went، انا ذهبت to، I went to، انا ذهبت الى.
ماي بيد روم، رحت البيد روم بتاعتي ليه؟ تو سليب، عشان انام. يعني اروح البيد روم ليه؟ اي اف، ودي اختصار هاف. اي اف انا امتلك. امتلك ايه؟ اي اف جوت دريس، انا عندي فستان سترايبد دريس. سترايبد دريس يعني فستان اخضر، فستان مخطط ومعاه ايه؟ حزام. with a belt. what ما او ماذا؟ what بتيجي مع فعل مساعد اللي هي do مثلا، do فعل you. usually wear، usually بتيجي قبل الفعل. ماذا انت معتادا ان ترتدي؟ حط كل الصوت. can اللي هو هل تستطيع، يعني can عايزه فاعل، you اهي كان، يو عايزه فعل، جيف يعطيني، مي سام، ان فور مي شن. يلا التي هنا كابيتال في البنكتويشن في الراجل. تمام. وي وير فور عيد، الايد اهي فول ستوب.